عائلة دودي واحدة من أهم العائلات السورية في ألمانيا التي قررت تحويل مطبخها والانطلاق بمبادرة ضد قائمة أطعمة محددة في ألمانيا. فماذا فعلوا؟ أن تعيش عائلة سورية في أوروبا وتحاول التأقلم فهذا أمر معتاد، لكن أن تفرض هذه العائلة طريقتها على الأوروبيين وتجد دعماً كبيراً لأسلوب حياتها الخاصة، فذلك أمر يستدعي انتباه الجاليات العربية كافة في هذا المجتمع الأوروبي. وصفات وطرق وإجراءات لم تحصل على براءة اختراع من الجهات الرسمية المعتمدة في ألمانيا، لكنها في ذات الوقت نالت قبولاً كبيراً لدى أبناء الشعب الألماني، الذي جذبته حياة هذه العائلة السورية التي نالت شهرة كبيرة بين الألمان. إنها عائلة دودي السورية التي تحولت قصتها إلى كتاب متداول على نطاق واسع في المجتمع الألماني. أبو يزن رب العائلة السورية المقيم في ألمانيا المكونة من 4 أفراد، الوالدان وشابان لديهما شغف بكل جديد. دخل الشابان على الوالد يطلبانه لأمر هام، وطلب منه التفرغ لهما لعقد اجتماع داخل المنزل. لم يستوعب الوالد مطلب الشابين وعن أي اجتماع يتحدثان. اقترح الشابان على الوالد أن يشاركهما تجربة جديدة في المجتمع الألماني لتوفير أطعمة بديلة للوجبات التي تعتمد على اللحوم. في البداية ظن الوالد أن ولديه يتحدثان عن تجربة النظام الغذائي النباتي. هنا قاطع واحد من الشابين أبو يزن يريد إخباره بأن هذا ليس المطلوب، لكنهما يريدان تطبيق مبادرة لا تعتمد فقط على النظام الغذائي النباتي، وإنما بتوفير بدائل له تضمن استمرار هذا النظام وتطبيقه، سواء بشكل كامل للأشخاص النباتيين أو تطبيقه بشكل جزئي محدود على الذين يطبقون النظام النباتي بشكل محدود. قررت العائلة تقسيم نفسها جيداً لتطبيق البدائل النباتية الجديدة، وتولت الوالدة المهمة الأصعب في تطبيق المبادرة، والتي تعتمد على تحويل الوجبات السورية التي تحترف إعدادها إلى النظام الغذائي النباتي بشكل كامل. وبالفعل توصلت العائلة إلى بدائل كاملة تضمن للراغبين في تطبيق النظام النباتي عدم تأثر وجباتهم أو تعرضهم إلى أعراض صحية ناتجة عن حياة النباتيين. فكر الشابان في حياتهما هذه داخل المنزل، ووجد أن ما تفعله العائلة أبداً لن يكون مبادرة شاملة في المجتمع الألماني إلا بتوثيقها أولاً ثم نشرها بعد ذلك لتكون في متناول الجميع. واهتدت العائلة إلى تحرير كتاب كامل للنظام الغذائي البديل، الكتاب الذي أبهر الألمان والصادر في دور النشر عام 2019 قدم للأوروبيين 22 وجبة بديلة لتناول اللحوم، ولا زالت عائلة دودي تقدم المزيد من التطور.